حسب ما وصل لي موضوع دراسات علمية بتكشف الأسباب لماذا يجد الرجل صعوبة في الإنصات للمرأة. جاوب. أنا بدي جاوبك. لا بالنسبة لي أنا. أنت لا أقول أنت. ثلاث عوامل بتخلي الرجل أنه ما ينصت للمرأة. الصوت العالي. يا دي الصوت العالي اللي هلكنا فيه. 500 حلقة صرنا عاملين عن الصوت العالي. وطوا صوتكم بيسمع لكم. إن شاء الله. أمر سهل جدا. لعله خير. اللي بعده. تتعاملي بهالطريقة بهالأسلوب. وطي صوتك بيسمع لك بيصغي لك. هاي الكلمة بتستفزني. هيدي نقطة أولى. العناد لما بتكون متشبصة برأيها يعني. ما مثل بعضها يعني نقلا ايه بتعامل بتكون انا لسه بدي احكي يعني ما عاندت انا لسه ها بدي افتح تمي واحكي. النقطه الثالثه لكمل لك اول شيء لكمل لك وانت بعدين علقي. النقطه الثالثه هي تكرار الكلام عند المراه بتعد لك الحديث 100 مره يعني. فهون الرجل بضيع يعني ببطل مركز. طب نفندهم واحده واحده. عرفتي شو الصوت العادي؟ مو كل الناس بتبلش نقاشها بصوت عالي. هي حجة شيلوا لي إياها على جنب. العناد أنو عناد؟ لسه أنا بفتح تمي بدي أحكي بتكون أنت قمت أو أنت التهيت بالموبايل يعني أنت لسه ما سمعت أنا شو بدي أحكي مشان موضوع العناد كمان نحطه على جنب. شو التالتة ذكرني معلش الزهايمر؟ تكرار الكلام. يا أنت اللي بتحط حالك بهذا الموقف. ما هو لو بترد من أول بتعيد مرة بتعيد الجملة 100 مرة هو من أول مرة سمعت. ما هو لو تعطي قرارك من أول مرة. ما هو لو بتبت القصة من أول مرة تتسكر بأرضها ما منزيد وما منعيد. صدقا عزيزي على كل حق يعني اليوم لما تفوت أنت تطلب من مديرك شغلة يعني إذا بتلك بالقصة قطع لك فيها خلاص ما بقى تفتح تمك وتحكي بالموضوع. أما لما أنت تقله بكرة واليوم وبعد شوي بدي أرجع لك كل شوي مع المدير مثلا متعلي صوتك أنت إذا صوت أنا صوتي طبقته عالية. نص الستات الله خالقنا صوتنا جهوري بالكلام. لا مش نص الستات، في ستات كتير صوتهم رايق يعني نحن أقلية اللي صوتنا عالي. ممتاز يعني عم تحكي عن فئة قليلة معناتها أغلب السيدات صوتهم يعني واطي. يمكن كمان الصوت العالي له تأثير على الأذن ممكن أنه ينزعج الرجل من الصوت العالي. أي حبيبي أما لما هلا أنا أعطيك بعض الأسباب هذا بالنسبة ولويل. شوفي وما بتخلي ستر مغطى هذا لا بيكون صوتك ناعم ولا فريد الأطرش. بعدين الأهم من هيك كله يعني إذا كانت عم تتحدث المرأة وبده يشاركها الحديث ما بتعطيه ولا فرصة أنه يشاركها لأنه بتقطعه 600 مرة لتوصل هي اللي براسها اللي بده إياه توصله. بتقطع له حديثه إذا بيكون عم يرشدها على شيء معين عم ينصحها بشيء معين بتكون مقطعته 600 مرة لأنه هي بدها توصل رأيها بالقوة. في تعليق؟ سمعتي ما عم بسمع فيها منيح. في تعليق؟ أي شو حكينا عم نحكي؟